الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الحلقة هتكون مهمة جدا وخاصة جدا كمان، لأن خلاص احنا بنتكلم قبل ساعات قليلة جدا من مباراة الأهلي المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، واللي مقرر ليها إن شاء الله بالتحديد في تمام الساعة 8 مساء على ملعب الماكس بالأسكندرية. هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة للفرقتين، وبالتحديد بالنسبة للنادي الأهلي اللي بينافس على بطولة الدوري في ظل منافسة قوية جدا. عشان كده احنا هنكون معاكم النهاردة على مدار 45 دقيقة بس، هنتكلم فيهم بكل التفاصيل أو في كل التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والمصري إن شاء الله. مباراة أكيد قوية ومهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، منافسة صعبة، منافسة فيها قوة هذا الموسم، في فرقتين معاك بيحاولوا ان هم يفوزوا ببطولة الدوري، اول مرة هتكون لبيراميدز، والمرة ممكن تكون رقم 14 لنادي الزمالك، لكن الاهم ان هي باذن الله تكون المرة رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري العام. مهم ان انت تكسب النهاردة عشان تتخطى عقبة قوية، بداية جديدة في مرحلة حاسمة ومهمة جدا في مشوار بطولة الدوري. لما تكسب مباراة المصري هيتبقى ليك 7 مباريات هيكونوا كلهم مهمين، وهيكونوا كلهم صعبين جدا كمان، لان انت في بعض المباريات هتواجه بعض الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطولة الدوري، وهتكون اخر مباراة ليك في بطولة الدوري كمان امام نادي الزمالك، مباراة هتكون ايضا صعبة جدا. لكن خلينا مركزين في مباراة النهاردة. مباراة ليها ابعاد كتير قوي، الاهلي لو فاز يوصل للمركز الثاني، وهيكون فرصه كبيره جدا في احتلال صداره بطوله الدوري، لان احنا عارفين ان بيراميدز المتصدر حاليا لاعب ماتشين اكتر من الاهلي والزمالك، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المنافسه ما بينك انت والزمالك بالتحديد فيما يخص عدد المباريات المتساويه ما بينكم. لما تلعب مباراه النهارده امام المصري هتبقى متساوي مع الزمالك في عدد المباريات، بالتالي لو كسبت انت عندك 58 نقطه توصل للنقطه رقم 61، الزمالك عنده 60 نقطه بعد الهزيمه من بيراميدز اول امبارح، فبالتالي هتبقى في المركز الثاني في بطوله الدوري في انتظار خوض المباريتين المتبقيين ليك في المقارنه مع بيراميدز اللي لعب اكتر منك ماتشين، لو كسبتهم تتعدى بيراميدز وتحتل المركز الاول. في مشوار هيكون صعب وطويل ومهم جدا في 7 مباريات بعد كمان مباراه المصري النهارده، فبالتالي التركيز كله من الجهاز الفني، من اللاعبين، من الاداره، من الجمهور كمان اللي منتظر بشكل كبير جدا فوز النادي الاهلي في مباراه اليوم، عشان نخرج شويه من الحاله الصعبه اللي كنا بنمر بيها خلال الفتره اللي فاتت، واللي كانت بتتمثل في الخروج الافريقي بهزيمه كبيره امام صن داونز وضياع الحلم الافريقي اللي كان فيه امال منعقد عليه بشكل كبير جدا من قبل الجماهير الاهلاويه، وكمان الهزيمه في مباراه بيراميدز عطلتك شويه في مشوارك في بطوله الدوري، لكن الامال كلها ممكنه، الامور كلها لسه في ايد لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني، وكلنا ثقه فيهم ان هم يقدروا يفوزوا بلقب بطوله الدوري مش بس مباراه النهارده. الجهاز الفني النادي الاهلي يقدر يفوز ببطوله الدوري؟ اه يقدر. لعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي تفوز ببطوله الدوري؟ اه تقدر ونص كمان. كلنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني. طبعا اللقطات اللي فاتت دي كانت خاصه بمباراه الدور الاول ما بين الاهلي والمصري، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0، مباراه كانت على استاد الجيش ببرج العرب، احرز الاهداف الهدف الاول كان سليف كلوبالي اللاعب اللي كان محترف في صفوف النادي الاهلي، والهدف الثاني طبعا احرزه اللاعب وليد ازارو مهاجم فريق النادي الاهلي اللي من المتوقع ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي النهارده. كان طبعا المدرب او المدير الفني في هذا التوقيت كان مستر باتريس كارتيرونا المدير الفني السابق للنادي الاهلي الفرنسي، وايضا كان المدير الفني الفريق المصري في هذا التوقيت كان الكابتن حسام حسن المدير الفني السابق او الاسبق كمان لفريق المصري. لكن النهارده فريق المصري بشكل اخر، بروح اخرى، بشخصية جديدة قوية جدا في الملعب، وده واضح جدا جدا خلال المباريات السابقة ليهم بالتحديد تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال، هذا المدرب الرائع في الحقيقة، وإحنا نقدر نقول عليه مدرب رائع ليه؟ لأنه مسك أكثر من فريق ونجح معاهم بشكل جيد جدا، وكنا بنشوف أداء ونتائج عظيمة بصراحة من هذا الرجل. يمكن النتائج السلبية الوحيدة اللي حققها مع فريق من الفرق اللي مسكها كان نادي الزمالك، لكن المجمل بتاعه مدرب اكيد مميز، مبارياته دايما بتبقى صعبه امام النادي الاهلي،
او النادي الاهلي بيواجه فيها صعوبه رغم الافضليه للنادي الاهلي في الفوز بعدد المباريات. اعتقد لعبنا 8 ماتشات، هو فاز في ماتش واحد، تعادلنا في ماتش تاني، والاهلي كسب بقيه الماتشات يعني. فبالتالي هو مدرب جيد، فريق مصري فريق جيد هذا الموسم، او بالتحديد بعد ما تولى الكابتن ايهاد جلال تدريب الفريق. لكن الاهم بالنسبه لنا ان يكون في تركيز كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي على نقاط القوه والضعف في الفريق المصري البورسعيدي، وخصوصا ان هم بيضموا عدد من اللاعبين المميزين سواء في خط الهجوم، في خط نص الملعب، في الدفاع كمان. والاهم من كل ده زي ما اتكلمنا عن المدير الفني لهذا الفريق، مهم جدا ان انت تاخد 3 نقاط ترجع الابتسامه نوعا ما على جمهور النادي الاهلي اللي مش هيرضى باقل من بطوله الدوري هذا الموسم، وده حقه في الحقيقه بعد ما كان حاطط اهداف ليه كثيره جدا كجمهور، يعني ان هو يبقى فرحان بفوز الفريق بمختلف البطولات اللي هياخدها او اللي هياخدها هذا الموسم، بتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا راحت خلاص، فانت دلوقتي كل تركيزك منصب بكل تاكيد على بطوله الدوري. بدايه جديده من مباراه النهارده، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي يقدر يفوز بهذه المباراه ويستكمل مشواره في بطوله الدوري. عندك مباراه كمان بعديها مع فريق طلائع الجيش، هتكون اليوم الاول من الشهر القادم بالتحديد يوم الاربعاء القادم، هتكون مباراه ايضا صعبه ومهمه جدا، لكن زي ما احنا متعودين سواء جهاز فني او لاعبين او جمهور بنفكر في كل مباراه على حده. مهم جدا ان شاء الله المؤازره وكل المؤازره من جماهير النادي الاهلي، وما طبعا مش موجودين في المباراه، مباراه من غير جماهير، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بدعواته وبثقته الكبيره في لاعبيه وجهازهم الفني، ان شاء الله باذن الله يقدر الفريق يسعد جمهوره من خلال فوز يكون جيد النهارده. مش مهم الاداء خالص الفتره دي، مهم جدا ان انت تفوز وتحقق 3 نقاط وتشوف الخطوه اللي بعديها هتكون عامله ازاي. ده فيما يخص مباراه المصري النهارده. احنا عارفين المباراه طبعا هتقام على ملعب الماكس بالاسكندريه. طيب حكم المباراه، وهي جزئيه في الحقيقه غريبه جدا، الحكم من المكسيك، حاجه جديده صح، حاجه جديده اول مره نسمعها، حكم المكسيك يجي يحكم مباراه في الدوري المصري. بالتالي يعني في علامات استفهام على استخدام حكم من المكسيك، ممكن يا رب يكون حكم كويس، يا رب يكون حكم جامد جدا، احنا عايزين يكون عادل في قراراته في الملعب، ما عندناش اي مشكله، بس هل الحكام في اوروبا خلصوا خلاص؟ يعني انت دلوقتي جبت كل الحكام اللي في اوروبا في عدد المباريات اللي انت كنت بتستقدم فيهم حكام اجانب عشان تلجا لامريكا وتجيب حكم مكسيكي لهذه المباراه، واعتقد ان هو عمره ما حكم مباريات في الشرق الاوسط بشكل عام، يعني هذا الحكم المكسيكي اسمه روبرتو جارسيا. الامر غريب بصراحه، ويمكن ده خلى كمان بعض اعضاء اتحاد الكره استغربوا من هذا القرار، بعض اعضاء اتحاد الكره من خلال تصريحات رسميه ليهم استغربوا من قرار استخدام حكم مكسيكي. نتمنى ان الحكم يكون كويس، نتمنى الامور تسير في المباراه بشكل مميز تحكيميا، والباقي بقى على اللاعبين سواء لاعبي فريق النادي الاهلي او لاعبي فريق المصري، لكن مهم جدا ان شاء الله ان احنا نشوف اداء جيد. وهو السؤال اللي هنا اللي بيطرح نفسه الحقيقه، نفسي اعرف الاسباب اللي بتخلي لجنه الحكام او اتحاد الكوره او بتحديد لجنه الحكام يعني ان هم يخاطبوا دول مختلفه لاستخدام حكام اجانب غير مصنفين اوروبيا بالتحديد. احنا عارفين المستويات في اوروبا دايما بتبقى مستويات عاليه جدا، فبالتالي بيبقى الحكام على نفس هذا المستوى، الحكام التصنيف الاول سواء في الشامبيونز ليج، بطولات الدوري في انجلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وبتاع، حكام بيبقوا مميزين جدا. ليه ما نحاولش نجيب الحكام دي؟ ودي قضيه في الحقيقه احنا بنتكلم فيها كل حلقه ومش هنزهق منها، لان وضع صعب جدا وانت في مرحله مؤثره في بطوله الدوري سواء في القمه او في القاع، فمطلوب جدا جدا ان انت لما تجيب حكم اجنبي يكون على نفس المستوى، تجيب حكام على نفس المستوى، ده مهم جدا ان انت تكون مدرك هذه الجزئيه. ويمكن ما فيش مره جه حكم من تصنيف اول غير مره واحده بس هذا الموسم في مباراه الزمالك وبيراميدز في الدور الاول، كان جان لوكا روكي الحكم الايطالي الشهير وحكم معروف ومستواه كان رائع جدا في المباراه، وكمان خد مباريات في الشامبيونز ليج، وراجل راجل معروف تصنيف اول فئه اولى يعني في اوروبا بشكل عام بس مش في ايطاليا يعني. دي المرة الوحيدة اللي كان فيها حكم كويس، لكن بقية الحكام اللي جم بعد كده، والشكوى في الحقيقة مش من النادي الأهلي بس، الشكوى شفنا من الزمالك اشتكوا بسبب الحكم، حتى لو تصريحات بعض المسؤولين
قالوا لا الحكم كويس، بس الجماهير نفسها بتشتكي، يعني الجهاز الفني اشتكى، اللاعبين اشتكوا على ارض الملعب، لاعبي نادي الزمالك لما شفنا بعد مباراه المصري او عفوا الزمالك وبيراميدز، مباراه الاهلي وبيراميدز كان الحكم ايضا مش جيد قوي، رغم ان هو مش سبب طبعا الهزيمه بالنسبه للنادي الاهلي. بعض المباريات الكتير اللي خاضها مختلف الفرق المصريه هذا الموسم بحكام اجانب ما شفناش حكم يلفت النظر بمستواه الراقي والرائع. فهو ده السؤال، يعني احنا مش عارفين ليه لحد دلوقتي بيتم استخدام حكام فئه او تصنيف تاني وتالت، يعني مستنيين رد من اتحاد الكوره، مستنيين رد من لجنه الحكام. نتمنى بشكل عام ان النهارده الحكم المكسيكي يكون حكم جيد اللي هو روبرتو جارسيا، ويكون حكم مميز ويؤدي المباراه بشكل جيد. لكن برضو القضيه اللي احنا بنحاول نتكلم فيها برضو كل حلقه ولازم نتكلم فيها، لان كان في وعود من اتحاد الكره ان الدور الثاني بالتحديد في بطوله الدوري كان هيبقى بفار، وطبعا ده كان صعب، والدور الثاني هو بيتلعب مفيش فار، وان هيبقى في شغل كبير جدا على مستوى الحكام عشان يكونوا بشكل كويس. الحكام المصريين طبعا اللي احنا بنحترمهم ونقدرهم بكل تاكيد يعني هيكون في شغل معاهم قوي جدا عشان نطور من مستوى التحكيم المصري مع بدايه الموسم القادم. طب حتى الان ايه هي الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل اتحاد الكره المصري ولجنه الحكام في تطوير مستوى التحكيم المصري استعدادا للموسم القادم؟ طيب ايه هي الخطوات اللي تم اتخاذها لاستخدام او تطبيق تقنيه الفار ابتداء من الموسم القادم؟ تقنيه الفار دي مش سهله، هتحتاج مجهود ووقت كبير جدا عشان تطبقها في الدوري المصري. نتمنى ان انتم تكونوا بتاخدوا خطوات حتى لو سريه، مش مهم تكون معلنه، المهم ان احنا نشوف المستوى المتطور السنه الجايه من التحكيم، نشوف تطبيق تقنيه الفار، لان ده هيكون مهم وضروري جدا في ظل المستويات اللي كنا بنشوفها سيئه هذا الموسم في الحقيقه يعني بخصوص التحكيم. لكن كلنا بنساند المنظومه التحكيميه في مصر وبنساند الحكام المصريين بكل تاكيد، خصوصا بعد ما شفنا مستويات الحكام الاجانب اللي بيجوا، طالما هم كمان مش مستوى اول فمستويات بتاعتهم للاسف قليله، فكلنا في ظهر الحكام المصريين. نتمنى ان المنظومه الكرويه الرياضيه بشكل عام في مصر تكون متطوره الموسم القادم، واحنا اكيد هنشوف مستوى قوي فنيا كمان من الفرق، خصوصا بعد المنافسه اللي بنشوفها هذا الموسم، اكيد هيكون في منافسه قويه كمان الموسم القادم. نتمنى ان كل التجهيزات تكون على نفس المستوى لبدايه موسم جديد، نخلص بس الموسم ده الاول وباذن الله يكون النادي الاهلي هو بطل هذا الموسم في بطوله الدوري العام. طيب نروح نشوف اهم عناوين حلقتنا النهارده، يلا بينا. الليله الاهلي يواجه المصري على ملعب الماكس. برنامج تاهيلي مكثف لمحمد هاني. عمرو جمال يواصل التدريبات العلاجيه وراح 24 ساعه العاشور. حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر الأهلي رغم وفاة زوج شقيقته. المنتخب الوطني يواجه تنزانيا وغينيا وديا قبل أمم إفريقيا 2019. الجبلية تضع شرطا جديدا لاستخدام الحكام الأجانب. أوكي. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي بالدوري الإنجليزي. طيب اخبار كلها مهمه، وبالتحديد احنا هنركز بشكل اكبر عن الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي النهارده واستعداداته لمباراه المصري اللي كمان بالظبط اقل من 3 ساعات، يعني 3 ساعات الا ربع وتنطلق المباراه، طبعا مباراه غايه في الاهميه ومهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري زي ما اتكلمنا. خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده. يلا الأخبار. الأهلي والمصري في اختبار صعب من الماكس. الجمهورية على حساب المصري اليوم، الأهلي يبحث عن الخروج من النفق. الأهرام. الليلة الأهلي واجه المصري لاستعادة الثقة. الأحمر يجهز صانع ألعاب لمركز حراسة المرمى، والأخضر جاهز بسلاح المرتدات. أوكي. الشروق. الأهلي يصطدم بالمصري في مهمة استعادة الانتصارات. لاسالتي يسعى لإنقاذ أمال الفريق في المنافسة،
ولطفي اساسيا في غياب الشناوي واكرامي. الوفد في مواجهه مثيره باستاد الماكس الليله، الاهلي يتحدى الغيابات ويسعى لمصالحه الجماهير امام المصري البورسعيدي. اليوم السابع الاهلي يتسلح بكبرياء البطل للتغلب على مصري، الغيابات تضرب الاحمر، لاسارتي يستعين بالدكه وجلال يتطلع لمواصله التفوق امام الكبار. المساء الاهلي يسعى للقمه على حساب المصري. في الاخبار المسائي الاهلي والمصري اكون او لا اكون، لاسارتي يحارب للاستمرار في المنافسه وجلال يسعى لكسر العقده. الاخبار بتتكلم عن المباراه النهارده، وهي اكيد شايفين المباراه مهمه جدا، واحنا بنعلق طبعا على كل الاخبار اللي اتكتبت عن المباراه بالتحديد. زي ما الاخبار بتقول كده، هي مباراه قويه جدا في ملعب الماكس النهارده بالليل. قوه هذه المباراه جايه من المنافسه اللي بيتنافس عليها كل من الاهلي والزمالك وبيراميدز، بالتالي التركيز كله على من سيحصد أكبر كم من النقاط خلال الفترة القادمة أو خلال ما تبقى لي من مباريات، سواء الأهلي الزمالك بيراميدز. فمن هنا جاية أهمية كل مباراة بياخدها أي فريق في الثلاث فرق. يعني النادي الأهلي مبارياته كلها مهمة، هيكون عليها تركيز كالعادة طبعا، أي مباراة بياخدها النادي الأهلي بيبقى عليها تركيز إعلامي كبير. مباراة الزمالك هيكون كذلك، مباراة بيراميدز هيكون كذلك، لأن أنت دلوقتي بتترقب وبتحاول تستنتج طبقا للمباريات اللي هياخدها الثلاثي مين هو الاقرب لبطوله الدوري. الواضح كده ان الحسم في هذه البطوله هيكون مع نهايه اخر مباراه، مش نهايه اخر مباراه بس، ممكن يكون مع صافره اخر حكم لاخر مباراه واخر دقيقه في اخر ساعه. يعني المنافسه قويه قوي قوي السنه دي، وبقالنا فتره كبيره جدا ما بنشوفش منافسه بالقوه دي ما بين اكتر من فرقتين بالتحديد. اخر مره كان الكلام ده في 2001 لو كلنا نفتكر، السنه اللي كان فيها مباراه الاهلي والاسماعيلي الشهيره 4-4، والسنه اللي كان فيها مباراه الاهلي والزمالك الشهيره 6-1. كان موسم قوي جدا، وكان في منافسه ما بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وفي الاخر الاسماعيلي قدر ان هو يوفق ويفوز ببطوله الدوري، وكان اخر بطوله ليهم حتى الان في بطوله الدوري يعني. لكن بالتالي المنافسه السنه دي قويه جدا، وده بيدي نوع من الاثاره والمتعه بالنسبه لكل المشاهدين المحايدين. المحايدين هم اللي ممكن يكونوا بيتمتعوا اكتر، لكن المتحمسين والمنتمين للثلاثي او بالتحديد الاهلي والزمالك، لان بيراميدز ملوش جمهور يعني، هم اللي بالنسبه لهم مش عايزين متعه ولا حاجه، هم عايزين فرقتهم تكسب بس، زي ما احنا كده عايزين الاهلي يكسب بس ان شاء الله، وتكون انطلاقه ليه قويه ابتداء من مباراه اليوم باذن الله امام فريق المصري. لما هتكسب فريق قوي بحجم فريق المصري والنتائج الاخيره اللي حققها، وخصوصا ان هو كمان فاز على نادي الزمالك في المباراه اللي قبل الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك، او اللي قبل الاخيره، فبالتالي لما تفوز على فريق قوي هتكون انطلاقه ودفعه ليك قويه جدا للسبع مباريات اللي جايين. بالمناسبه هو بس حاجه للمعلومه يعني، او اكيد الناس كتير مدركاها يعني، لا قدر الله لا قدر الله، حتى لو النادي الاهلي تعادل النهارده، لو حتى تعادل بس النهارده خد نقطه، هتبقى الفرص كلها ايضا في ايده، هتحتاج ان انت تكسب السبع مباريات اللي بعد كده عشان تفوز ببطوله الدوري. يعني الدنيا كلها الاهلي متحكم فيها ان شاء الله باذن الله، مجهود لاعبيه جهازهم الفني باذن الله متحكمين في مصيرهم. المباريات كلها مباريات كؤوس، لما تكسب باذن الله النهارده او لا قدر الله حتى وتعادلت، لسه الامال عندك. مش عايزين طبعا نتعادل، عايزين نخرج بقى من الكبوه دي. فلما تكسب النهارده او تتعادل، لسه الامال كلها في ايدك، وانت اللي في ايدك من خلال شغلك على نفسك ومجهودك الكبير انك تفوز ببطوله الدوري. انا بقول لحضراتكم المعلومه دي لان بالتحديد بعد فوز بيراميدز على الزمالك اصبح الامال اكبر عند النادي الاهلي، رغم ان هي قبل المباراه دي برده كان الامور كلها في ايد النادي الاهلي انك تكسب الثمان ماتشات. لكن انت لو تعادلت مباراه من الثمانيه، بغض النظر عن مباراه النهارده، رب ان شاء الله باذن الله نكسب، تعادلت مباراه من الثمانيه انت بطل الدوري، لو تعادلت مباراه وكسبت السبعه انت بطل الدوري. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته او ما تبقى من مسيره ليه في بطوله الدوري العام. خلينا نروح للجمهوريه، وبتقول على حساب المصري
النهارده الاهلي هيبحث عن الخروج من النفق، وهو في الحقيقه ده اللي كنا بنتكلم فيه من لحظات قليله قوي، ان انت عايز تخرج بقى خلاص من الكبوه دي، عايز تخرج من النتائج غير مستقره بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي. فمهم جدا بالنسبه لك ان انت تخرج من خلال مباراه قويه زي مباراه المصري، فهو ده هدف من اهداف النادي الاهلي، ان انت عايز تبتدي بدايه جديده متمثله في انتصارات ان شاء الله تكون متتاليه بالنسبه للفريق في بطوله الدوري. طيب الاهرام ده خبر مهم قوي وغريب شويه ولازم نعلق عليه في الحقيقه. الاهرام بتقول ان الليله الاهلي هيواجه المصري استعاده الثقه، ده اوكي مفيش مشكله وعارفينه كلنا وكلنا متاكدين من كده، لكن هم بيتكلموا على ان النادي الاهلي بيجهز صانع العاب لمركز حراسه المرمى، وان الاخضر اللي هو المصري يعني جاهز بسلاح المرتدات. طب خلينا بقى في الجزء الاول من بقيه الخبر، اللي هو الاحمر يجهز صانع العاب لمركز حراسه المرمى. هم في متن الخبر كاتبين ان الاهلي بيجهز ناصر ماهر ان هو يكون جاهز لحراسه المرمى. طب هيجهزه ليه اصلا؟ هو هنا السؤال. انت عندك اكرامي غايب، عندك الشناوي موقوف، لكن عندك ايضا علي لطفي حارس مميز جدا، وشفنا قدراته وامكانياته في مباراه بيتا كلوب والدقائق اللي لعبها بعد اصابه الشناوي في المباراه اللي كانت هناك في الجوله الثالثه من دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. لما نزل ادى مباراه قويه جدا، فكلنا ثقه كبيره جدا جدا في علي لطفي. طيب لا قدر الله علي لطفي تعرض لاصابه، لا قدر الله يعني، في على الدكه وفي القايمه زي ما اعلنت بالامس من مستر لاسارتي والجهاز الفني في مصطفى شوبير. ناس كتير بتتكلم على مصطفى شوبير وان مصطفى مش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه ده. بالمناسبه انا تابعت اللاعب ده كتير جدا في قطاع الناشئين، انا كنت مراسل وكنت بنزل وبشوف القطاع الناشئين وبشتغل يعني. اتفرجت على اللاعب ده، لاعب مميز جدا وحارس مميز جدا، وهيكون من افضل الحراس في مصر. مصطفى شوبير، انا بتكلم عن مصطفى شوبير، حارس قوي جدا، حارس عنده امكانيات جيده جدا، ممكن جسمه قليل شويه ده طبيعه سنه، لكن مع الوقت هو عنده تقريبا ما كملش 19 سنه او هيكمل 19 سنه يعني خلاص، مع الوقت جسمه هيكون افضل من كده كمان وامكانياته هتكون افضل من كده كمان. امكانياته رائعه ومميزه جدا جدا، ومش هو بس في الحقيقه، في احمد طارق سليمان كمان حارس مميز، وفي اكثر من حارس كمان في قطاعات او في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كلهم حراس مميزين جدا. وبالمناسبه انت الحارسين الاساسيين بالنسبه لك في النادي الاهلي هذا الموسم اكرامي وشناوي من نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ف يعني لو لا قدر الله لطفي علي لطفي حصل له حاجه، في مصطفى شوبير هيكون متواجد على دكه البدلاء. فطبقا يعني للخبر كاتبينه الاهرام ان الاهلي مش في حاجه خالص ان هو جاهز لاعب انه يكون حارس مرمى، لا هو الطريف كمان ان هم بيقولوا ان هو بيتم تجهيز، طبعا مع احترامي اللي كاتب الخبر، ان هو بيتم تجهيز ناصر ماهر ان هو يكون حارس مرمى. طب انا لما حاجه افكر اجهز لاعب ان هو يكون حارس مرمى مش هختار اقصر لعيب في الفريق اللي هو ناصر ماهر يعني، اكيد هشوف واحد يكون عنده المقومات المناسبه لحراسه المرمى. فبالتالي ده خبر يعني مش حقيقي خالص، و علي لطفي موجود ومصطفى شوبير موجود، والاثنين عندنا ثقه كبيره جدا فيهم ايا كان مين اللي هيلعب. هو طبعا اللي هيلعب علي لطفي، لكن لو لا قدر الله حصل له حاجه مصطفى شوبير حارس جيد جدا بكل تاكيد، وبنساندهم كلنا ان شاء الله ووراهم، وبالتوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. نروح للشروق اللي بتقول لي يصطدمت، وان لاسارتي بيسعى لانقاذ امال الفريق في المنافسه، وان علي لطفي اساسي في غياب طبعا الشناوي واكرامي. طيب امال المنافسه بالنسبه للنادي الاهلي اتكلمنا فيها خلاص، وقلنا طبعا انت بتحاول من خلال مباراه النهارده انك تستمر في المنافسه مش تحافظ على الامال. الامال موجوده كده كده، موجوده الامال بتاعتك، لا قدر الله لا قدر الله أسوأ الظروف لسه الامال موجود، والاهلي ما بيرميش الفوطه. الاهلي على مدار 112 سنه عمره ما رمى الفوطه في اي بطوله كان بياخدها، وبيحارب وبينافس لاخر ثانيه في اخر مباراه بياخدها. فالنادي الاهلي اماله لسه موجوده وكلها في ايده، حتى قلت زي ما قلت لحضرتك لا قدر الله وتعادلت النهارده لسه الاماني ممكنه، ولسه الامال كلها في ايدك من خلال انك تفوز السبعه المتبقيين من مباريات.
فمهم جدا طبعا ان انت مش تتعادل بقى، انت مهم طبعا ان انت تكسب، ده المطلب الاساسي والرئيسي، وده اللي اكيد بيلعب عليه النادي الاهلي في اي مباراه بياخدها. يعني احنا بس بنحاول ايه نحلل او نستنتج الامور او نقول يعني الفرص بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الفرص لسه قائمه، وان شاء الله باذن الله يكون الفريق موفق في تخطي عقبه النهارده واستكمال مشواره في بطوله الدوري وحصد هذا اللقب للموسم الرابع على التوالي والمره رقم 41 في تاريخه ان شاء الله باذن الله. الوفد بتتكلم برده عن المباراه النهارده، وانا زي ما قلت لحضراتكم مع بدايه الحلقه كلامنا كله هيكون عن المباراه، لان احنا خلاص قبل ساعات قليله جدا من انطلاق سفره بدايه هذه المباراه للحكم المكسيكي روبرتو غارسيا. تمام، فبيقولوا ان في مواجهه مثيره طبعا ما بين الاهلي والمصري باستاد الماكس، وتطرقوا للغيابات بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. النادي الاهلي تقريبا عنده بتاع حوالي 11 لعيب غايب ما بين اصابات وايقافات. الايقافات عندك عمرو السوليه، مروان محسن، محمد الشناوي، دول غايبين عن هذه المباراه، وهم ثلاث عناصر اساسيه ومهمه جدا في صفوف النادي الاهلي، غايبين بسبب الايقاف. عندك بقى غير كده عندك اصابات محمد هاني، حسام عاشور، ناس كتير جدا، في مين تاني، في ناس كتير جدا، في عمرو جمال، في اكتر من لاعب يعني عشان ما ننساش حد، يعني في لعيبه كتير جدا مصابين. عندك محمد نجيب غايب، عندك محمود وحيد كمان غايب، عندك محمد محمود كده كده غايب من اول الموسم. في عناصر كتير جدا مهمه وكانت ممكن تدي خيارات عديده للجهاز الفني غايبين عن هذه المباراه. لكن ايا كان قائمه النادي الاهلي مكتمله. هتقول لي ازاي وفي غيابات، هقول لك ان اي لعيب متواجد في القائمه دي المفروض ان هو بكواليتي عاليه جدا، المفروض ان انت ما تحسش بغياب اي حد من اللي هيغيبوا عن اي مباراه انت بتخوضها. كل اللاعبين بمستوى واحد في النادي الاهلي، اللي عندك زي الاساسي زي اللي بره ال 18 خالص كلهم موجودين. النهارده كمان بيعود احمد الشيخ، بيعود رمضان صبحي، لعيب مهم جدا. بعض اللاعبين اللي عادوا، بالاضافه طبعا لصالح جمعه اللي بيستمر في التواجد في مباريات النادي الاهلي وفي القائمه، وارد جدا ان هو يكون في ال 11 لاعب الاساسيين النهارده في المباراه. فبالتالي انت عندك لاعبين مميزين جدا ان شاء الله ما تحسش باي غيابات بالنسبه لفريق النادي الاهلي. خلينا نروح للمسا وتطرقوا ايضا لحسابات القمه، وبيقولوا ان النادي الاهلي بيحاول ان هو يوصل للقمه على حساب المصري النهارده. وانا قلت لحضراتكم لو النادي الاهلي فاز على المصري بقيت انت المركز الثاني، فرق نقطه على نادي الزمالك، وهيبقى ليك مباريتين كمان هتلعبهم عشان توصل لعدد المباريات اللي خاضه فريق بيراميدز المتصدر حاليا. لو كسبتهم هتبقى فارق عن بيراميدز حوالي 4 نقاط، متصدر عن بيراميدز بحوالي 4 نقاط لو كسبت الماتشين دول. فهي دي حسابات القمه. طب خلينا كده مع بعض نشوف المباريات المتبقيه للثلاث فرق. خلينا نبتدي بالاهلي. الاهلي ناقص له ايه؟ 8 ماتشات، اللي هم مين؟ بدايه من مباراه النهارده المصري، الاسماعيلي، المقاولين. انا مش بقولهم بالترتيب على فكره، احنا الترتيب احنا كده عارفين كده كده متعودين ان في الدوري المصري مفيش ترتيب. الاقرب او زي ما تيجي ان شاء الله باذن الله هتشوف هنلاعب مين. هو احنا عارفين ان مباراه طلائع الجيش هي يوم الاربعاء اللي جاي، وطبعا ده بسبب الظروف اللي كنا عارفينها يعني بيمر بيها، اللي بتمر بيها الكره المصريه هذا الموسم من ضغط المباريات وكلام من ده. لكن يعني شيء بشيء يذكر، المصري دي مباراه الاهلي 8 ماتشات، المصري، الاسماعيلي، مقاولين، انبي، سموحه، الجيش، النجوم، الزمالك. ارجع لي ارجع لي يا عمر. المصري، الاسماعيلي، مباراه النادي الاهلي في بطوله الدوري المتبقيه، المصري، الاسماعيلي، المقاولين، انبي، سموحه، الجيش، النجوم، واخر مباراه خالص هتكون مباراه الزمالك. طبعا المباريات كلها مهمه وقويه جدا. بالنسبه لنادي الزمالك عنده 7 مباريات، لان هو لعب خلاص مباراه بيراميدز، عنده الانتاج الحربي، حرس الحدود، الجونه، الداخليه، الاسماعيلي، وادي دجله، واخر مباراه مباراه الاهلي. بالنسبه لبيراميدز ناقص ليهم 5 مباريات بس، وادي دجله، النجوم، المقصه، حرس الحدود، المصري. يعني ما زال النادي الاهلي ونادي الزمالك هما الاقرب في المنافسه عن نادي بيراميدز، ده بسبب ان بيراميدز لعب ماتشين زياده. فهي حسابات كلها وكل الصحف بتحاول طبعا من دلوقتي ان هم يتكلموا في هذه الحسابات، والاقرب للفوز بلقب بطوله الدوري العام هذا الموسم في ظل المنافسه المحتدمه في الحقيقه بين الثلاثي اهلي وزمالك وبيراميدز. وان شاء الله كالعاده نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الفوز بهذا اللقب. الاخبار المسائي، الاهلي والمصري اكون او لا اكون، يعني مش لحته اكون او لا اكون، يعني مش للدرجه دي، لان لسه انت عندك في مباريات، يعني مش اخر مباراه في الدوري،
لو اخر مباراه هقول لك اكون او لا اكون. لو هي مباراه كاس نوك اوت او اللي يخسر يطلع هقول لك مباراه اكون او لا اكون. لكن هي لسه مباراه ضمن 8 مباريات هياخدها النادي الاهلي. المصري اموره يعني ماشيه بشكل جيد، هو بيهدف المركز الرابع، هم في طريقهم لهذا الهدف يعني. لكن اهميه المباراه اكتر بالنسبه للنادي الاهلي. وهم كمان في العنوان زي ما مكتوب كده ان لاسارتي بيحارب الاستمرار في المنافسه، وإيهاب جلال يسعى لكسر العقده. كابتن إيهاب جلال طبعا مدرب كبير ومحترم، وخاض 8 مباريات زي ما قلت لكم قبل كده امام النادي الاهلي، فاز في مباراه واحده بس كان بيقود نادي مصر المقصه، وتعادل في مباراه اخرى ايضا كان بيقود نادي مصر المقصه 2-2، وخسر في 6 مباريات. هتقول لي ده مقياس قبل مباراه النهارده؟ هقول لك لا اطلاقا، كل مباراه ليها ظروفها، حتى لو هو بيخسر كل المباريات قدام النادي الاهلي، لكن كل مباراه ليها ظروفها. الاحصائيات دي مش مقياس خالص ل نتيجة ممكن تتوقعها المباراة اليوم. مباراة النهاردة تعتبر من قمم بطولة الدوري، فرقتين كبار عندهم جماهير كتير، والأهلي طبعا عنده جماهير كبيرة وعظيمة، المصري أيضا من الأندية اللي عندها جماهير كتير برضو، ومباراة تعتبر مباراة الشعبية يعني. فبالتالي من هنا جاية أهمية هذه المباراة، و هتبقى مباراة أكيد قوية فنيا في أرض الملعب، وأكيد تنافسيا ما بين الفرقتين، واكيد هنشوف اصرار وقوه وتركيز على الفوز من لعيبه النادي الاهلي في مباراه النهارده، وده اللي احنا متمنيينه بشكل كبير جدا، ونتمنى كمان ان يكون النادي الاهلي درس فريق المصري بالشكل الانسب والجيد اللي يقودك لتحقيق انتصار من خلال الوقوف على نقاط القوه والضعف للفريق المنافس. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي كتب في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: راح 24 ساعه لاعبي الاهلي بعد لقاء المصري. ضوابط اخبار اليوم: قبل مواجهه المصري لاسارتي يحذر لاعبي الاهلي. اليوم السابع: رمضان صبحي يطلب المشاركه امام المصري والجهاز الطبي يحذر. فيتو: طارق سليمان يجهز علي لطفي لحمايه عرين الاهلي في جلسه خاصه. الوفد: حسين الشحات يرفض مغادره معسكر الاهلي رغم وفاه زوج شقيقته. الوطن سبورت: عبد الدايم يقود دمران المستبعدين في الاهلي. البوابه سبورت: برنامج تاهيلي مكثف لمحمد هاني. يلا كورة: مران المستبعدين، تأهيل ثلاثي الأهلي وغياب حسام عاشور. آخر خبر: وجب دوري المرتبط. طيب لسه مستمرين في التعليق على الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي قبل مباراه اليوم ان شاء الله باذن الله. الموقع الرسمي للنادي بيقول ان هيكون في راحه 24 ساعه لفريق النادي الاهلي عقب مواجهه النهارده امام المصري، وخصوصا ان انت عندك مساحه من الوقت قبل المباراه اللي بعديها، وهي مباراه طلائع الجيش واللي هتكون يوم الاربعاء اللي جاي. فبالتالي النهارده الخميس هتريح الجمعه وتبتدي وتستأنف تدريباتك بدايه من يوم السبت استعدادا لمباراه الطلائع باذن الله. ان شاء الله يكون النادي الاهلي بيستعد وهو في النقطه رقم 61، او يكون وصل النقطه رقم 61 في بطوله الدوري من خلال انتصار النهارده. الراحه مطلوبه اكيد ومهمه بالنسبه للنادي الاهلي عشان ما يكونش فيه اجهاد، وخصوصا ان احنا خلاص لما صدقنا ان احنا عندنا شويه، ما كناش نتمنى كده طبعا يعني، كنا نتمنى النادي الاهلي يعني يستكمل بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن الظروف يعني اتت بما لا يتمناه كل جماهير النادي الاهلي. لكن المهم ان انت بتستغل الفترات ما بين المباريات، 5-6 ايام ما بين كل مباراه، ان انت تريح يوم فيهم عشان تتجنب الاجهاد، ويكون عمليه من عمليات الاستشفاء بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. طيب بوابه اخبار اليوم بتقول ان قبل مباراه المصري النهارده مستر لاسارتي بيحذر مدافعي النادي الاهلي
من خطورة لاعبة المصري، وبالتحديد بيحذر المدافعين من اثنين لاعبين. ده طبعا طبقا اللي كتبته بقوة أخبار اليوم، يعني الموقع نفسه، إن لاسارتي حذر اللاعبين والمدافعين وطلب منهم ضرورة التمركز، وخصوصا في ظل تواجد اثنين بإمكانيات أوستن أوموتو، هذا اللاعب المميز واللي قدر إنه يحرز على العديد من الأهداف رغم انضمامه في يناير فقط لنادي المصري. وأيضا اللاعب إسلام عيسى، وفي الحقيقة لاعب جيد جدا جدا إسلام عيسى، ولاعب مميز وزئبقي كده، لعيب كويس بصراحة إسلام عيسى. فطبقا لبوابة أخبار اليوم اللي كاتبينه، إن مستر لاسارتي بيحذر اللاعبين من خطورة الاثنين بتوع المصري والبورسعيدي. عايز لسه أقولها حاجة، إن مش شرط يكون الكلام ده حصل، يعني مش شرط، هو ممكن يكون استنتاج. إزاي الاستنتاج؟ بيبقى عبارة عن إن أنا بشوف إيه العناصر القوية جدا في الفريق اللي هيقابل مثلا أي فريق تاني. خلينا نتكلم على حالة مثلا النهاردة، الأهلي هيلعب المصري، إيه أبرز العناصر القوية في فريق المصري؟ هو أوستن أوموتو وإسلام عيسى. فممكن اروح كاتب خبر، طبعا مع احترامنا الكامل طبعا الزميل الصحفي اللي كتب الخبر ده، وممكن طبعا يكون معلومته مؤكده 100%، انا مش بعترض عليها يعني، بس هقول الاستنتاج اللي انا بستنتجه، ان لاسارتي بيحذر اللاعبين او مدافعين من الاثنين لاعيبه بتوع المصري أوستن أوموتو واسلام عيسى. ايا كان هو خبر حقيقي او مش حقيقي، هو انت لازم فعلا تاخد بالك من الاثنين لاعيبه دول، اثنين جامدين جدا ولاعبين مميزين جدا، ممكن يحدثوا الفارق في المباراه لا قدر الله، لا قدر الله يعني لصالح نادي المصري. فانت كفريق نادي الاهلي، كجهاز فني، كلاعبين، لازم تاخد بالك كويس جدا 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 من أوستن أوموتو واسلام عيسى. اليوم السابع بتقول ان رمضان صبحي بيطلب المشاركه في المباراه امام المصري، وان الجهاز الطبي بيحذر. احنا عارفين ان رمضان صبحي كان عنده شد في العضله الاماميه، وده خلاه يغيب عن مباراه بيراميدز الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي. فكان في كمان اتجاه لسفر اللاعب لألمانيا، لكن الطبيب في النادي الأهلي قرر ان اللاعب ما يسافرش، وقال ان الموضوع مش قوي يعني جدا، وان انت ممكن تكون محتاج وقت قليل عشان ترجع للمباريات، يعني طبقا للفحوصات الطبية اللي اتعملت رمضان صبحي تحت اشراف طبعا الهيئة الطبية بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور احمد عبد العزيز. بالتالي النتيجة في الاخر، رمضان صبحي بعد خوضه لاخر التدريبات مع النادي الاهلي بشكل كامل، تم الاستقرار على انضمامه للقائمه الخاصه بالمباراه. بالتالي البعض بيقول ان رمضان لسه مش جاهز، ممكن ما يكونش متواجد، ده هيكون امر متروك للجهاز الفني خلال هذه المباراه. لو رمضان جاهز بنسبه 100% طبيا، اكيد هيكون متواجد في الملعب، واللي اكيد كمان ان هو لو مش جاهز بنسبه 100% مش هيقحمه الجهاز الفني في المباراه، وما كانش هيختاره اصلا القائمة الخاصة بهذه المباراة. أيا كان، نتمنى أن رمضان يكون جاهز، لأن لعيب مهم جدا، وفي المباريات دي أنت بتبقى محتاجه قوي، وعنده قدرات عظيمة في الحقيقة رمضان صبحي، فمهم أن أنت تستفيد منه في كل المباريات المقبلة. فإن شاء الله رمضان يكون جاهز للمشاركة، وده هيبان بعد ما ينزل التشكيل بعد حوالي ساعة ولا ساعة ونص من دلوقتي. طيب نروح لفيتو، نروح لفيتو. فيتو بتقول ان طارق سليمان اللي هو مدرب حراس مرمى النادي الاهلي بيجهز علي لطفي لحمايه عرين الاهلي في جلسه خاصه، تمام؟ التجهيز هو نفسيا اكتر منه فنيا، نفسيا اكتر منه فنيا وذهنيا كمان، انت مهم جدا ان انت تجهزه نفسيا وذهنيا، وخصوصا ان علي لطفي اخر مباراه خاضها كانت هي مباراه فيتا كلوب، الدقائق اللي لعبها الدقائق القليله يعني، واللي اظهرت الامكانيات الحقيقيه لعلي لطفي. كان في تخوف قبل كده من علي لطفي، عشان بصريح معاكم، كان في تخوف قبل مباراه فيتا كلوب. بعد مباراه فيتا كلوب التخوف ده يعني مش موجود خالص. شفت القدرات، حارس كبير وحارس منتخبات على فكره علي لطفي، يعني مش حارس وخلاص، يعني مش حارس مرمى ما لعبش منتخبات حتى، لا لاعب مختلف، منتخبات شباب واولمبي، وانضم في فتره من فترات لاحدى المعسكرات الخاصه بالمنتخب الاول يعني. فبالتالي هي جلسات او جلسه كانت مهمه من كابتن طارق سليمان، ده على حسب طبعا الفيتو كاتبينه، واتكلم معاه نفسيا ضروره التركيز وضروره ان انت تكون فايق في هذه المباراه وتأدي بشكل جيد جدا. واكيد في تدريبات سبقت هذه الجلسه كانت قويه لعلي لطفي، لان احنا عارفين من الاسبوع اللي فات ان هو هيلعب هذه المباراه في ظل غياب كل من محمد الشناوي الايقاف وشريف اكرامي للاصابه. طيب الوفد، وده خبر كمان مهم قوي ان احنا نعلق عليه، لان حسين الشحات احد اللاعبين المميزين في الحقيقه. حسين الشحات رفض
ان هو يغادر معسكر النادي الاهلي ده بعد ما توفت او بعد وفاه زوج شقيقته بالتحديد. توفى النهارده الصبح بدري قوي يعني صباح او ساعه مبكره من صباح اليوم، فكان ممكن ان حسين يسيب المعسكر ويسافر، لكن حسين قرر ان هو يكون متواجد برغم هذه الظروف، ان هو يكون متواجد مع الفريق بعد ما كان الجهاز الفني اكيد سمح له ان هو لو عايز تسافر وتحضر الجنازه وكلام من ده ممكن حقك يعني، لكن الاثر ان هو يكون متواجد. هو لاعب مدرك كويس جدا جدا حساسيه المرحله وضروره تواجد كل لعيب مع النادي الاهلي. طبعا يعني ظرف زي ده اي واحد ممكن يفكر ان هو يمشي ويروح يشوف الدنيا ويحاول يعني يحضر الجنازه، لكن حسين الشحات قرر ان هو يتواجد. وفي الحقيقه انا لازم اتكلم عن حسين الشحات. حسين التركيز معاه كبير قوي زياده عن اللزوم والله بجد يعني. مستواه لسه ما جابش حسين الشحات اللي احنا شفناه في العين الاماراتي، مستواه لسه ما جابش في الحقيقه، لكن الضغوط هي اللي مأثره على مستواه. التركيز قوي مع حسين الشحات ان انت لازم تنزل تاخد الكره من الجون للجون وتجيب جون، ده اللي عامل ضغط على حسين الشحات. الكلام الكتير في الاعلام عن حسين الشحات وانه لسه ده اللي عامل ضغط على حسين الشحات. لازم نسيب اللعيب يا جماعه ياخد وقته للانسجام، ياخد وقته للتالق، وده احنا متاكدين منه انه هيحصل مع حسين الشحات. ليه؟ لانه لاعب اصلا عنده الامكانيات اللي تسمح بالتالق والتاثير كمان في مستوى فريق النادي الاهلي، وده اللي احنا منتظرينه من حسين الشحات. كجمهور اهلي لازم ما تضغطش على حسين بالشكل اللي احنا بنشوفه الفتره دي. ازره وقفوا في ظهره، وهتشوف ان شاء الله باذن الله مستوى فني رائع من حسين الشحات خلال الفتره اللي جايه، واكيد بنقدم له خالص التعازي طبعا في وفاه زوج شقيقته يعني. طيب ده كان خبر كمان مهم من ضمن الاخبار. خلينا نروح لخبر اخر سريعا لان خلاص الوقت بيدهمنا. برنامج تاهيلي مكثف لمحمد دهاني، البوابه سبورت هي اللي كاتبه الخبر ده، ومحمد دهاني طبعا احد العناصر المهمه والمؤثره في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. للاسف عنده اصابه عضليه، محمد دهاني بيعالج من هذه الاصابه، ففي برنامج تاهيلي خاص به وهو في المراحل النهائيه من الشفاء من هذه الاصابه، وفي التاهيل خلاص عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع المجموعه، ومن ثم طبعا اشراكه في المباريات. لعيب مهم ومؤثر، لكن حتى في ظل غياب محمد هاني عندك احمد فتحي لاعب خبرات عظيمه جدا ولاعب عنده قدرات، والبعض كمان بينتقد احمد فتحي. احمد فتحي يا جماعه بقى له 5 شهور ما بيلعبش كوره، 5 شهور مصاب. طبيعي ان انت لما بترجع لمستواك تدريجيا، ما فيش حد بيرجع لمستواه مره واحده بعد 5 شهور ما بتلعبش كوره خالص بسبب الاصابه. فالصبر كمان على احمد فتحي، واحمد فتحي اكيد عنصر من العناصر اللي انت محتاجها قوي خلال الفتره دي، واكيد نتمنى عوده محمد هاني كمان سريعا. يلا كوره بتقول لمران المستبعدين، تاهيل ثلاثي الاهلي وغياب عاشور. حسام عاشور غاب عن المران النهارده بعد ما خد اذن وكان سمح ليه للراحه لانه كان عنده بعض التدريبات الشاقه التاهيليه الخاصه بيه، فبالتالي غاب النهارده عن المران واخد راحه 24 ساعه من الجهاز الفني بالتنسيق طبعا مع الكابتن سيد عفيز مدير الكره. محمود وحيد كان عنده كدمه في رجله، وعمرو جمال كمان عنده اصابه في العضله الاماميه، فبالتالي كان عندهم بعض التدريبات التاهيليه الخاصه بهم النهارده في مران المستبعدين اللي شهد غياب حسام عاشور عن هذا المران. اخر خبر معانا نعلق عليه وخاص بالموقع الرسمي للنادي الاهلي وخاص ب شباب يد نادي الاهلي اللي فاز على الزمالك من ساعه تقريبا بالظبط بنتيجه 24-23 في المباراه اللي توج بها النادي الاهلي بدوري المرتبط. مواليد 98 بالنادي الاهلي قدروا ان هم يفوزوا بمرتبط دوري المرتبط للمحترفين بعد ما حققوا فوز مهم على حساب نادي الزمالك. الشوط الاول كان خلص 14-12 النادي الاهلي وادوا بشكل جيد جدا، في الفرقتين في الحقيقه ادوا بشكل مميز. الشوط الثاني قدر النادي الاهلي ان يواصل تالقه وينهي المباراه بنتيجه 24-23، والمباراه كانت في صاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر. المباراه كانت مهمه وقدر شباب النادي الاهلي ان هم يحسموا لقب دوري المرتبط. طبعا ده تحت قياده الكابتن يحيى يوسف مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد 98 بالنادي الاهلي، مجهودات كبيره بيقوموا بيها وبنبارك لهم بكل تاكيد على هذا الفوز الرائع والمميز. والمميز ليه؟ لان انت بتفوز على نادي الزمالك، ومميز ليه كمان؟ لان انت بتفوز ببطوله بهذه المباراه، بعد ما بتكسب المباراه دي بتكسب بطوله كمان، فده شيء مميز جدا واكيد بنهني بيه النادي الاهلي وجماهيره، وبنهني كمان شباب النادي الاهلي مواليد 98 لكرة اليد.
بعد تحقيقهم بطولة الدوري المرتبط بعد فوز النهاردة على نادي الزمالك. نتمنى أن نادي الأهلي لكرة القدم رجال بإذن الله الفريق الأول لكرة القدم يسير على نهج الشباب في كرة اليد ويفوزوا في انتصار هيكون مهم جدا النهاردة في بطولة الدوري من خلاله ياخدوا 3 نقاط جديدة في مشوارهم، من خلاله إن شاء الله يكون دفعة قوية جدا جدا لما تبقى من مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم. بعد مباراة النهاردة 7 مباريات أخرى بإذن الله من خلالهم تحسم هذا اللقب الغالي هذا الموسم بالتحديد في ظل المنافسة القوية. كل التوفيق والدعوات للنادي الأهلي في مباراة اليوم. دي كانت حلقتنا السريعة النهاردة من كلام في الميديا، انتظرونا وحلقة جديدة من نفس البرنامج. إلى اللقاء.